التمرية من الحلويات الشعبية المفضلة لسكان مدينة حمص، والتي تمتاز بمذاقها الطيب وسعرها المعتدل، وتعد من أشهر الحلويات الرمضانية الحمصية، حيث ينتشر باعتها في كل شوارع المدينة خلال الشهر الفضيل. كل عام انتم بخير، كل سنة انتم سالمين. التمرية هاي أكلة حمصية أخي أبا عن جد، شايف شلون؟ وعنا تمرية سادة، وعنا بالأشطة، وعنا بالتمر، يعني هاي أكلة معروفة يعني أخيو، أنه أهل حمص بيحبوها كتير، وما بصير إلا برمضان. ما في أطيب منها، من يوم يومنا هيك إحنا منحبها برمضان، وخاصة برمضان. الله يجعله خير رمضان علينا وعلى الجميع يا رب. صناعة التمرية تمر بمراحل عدة، من تحضير العجينة إلى التسمين والسحب والتعبئة، ثم القلي والتغطيس بالقطر، ومنها محشوة بقشطة وعجوة وأخرى سادة، وتؤكل باردة كطبق من الطقوس الحمصية الرمضانية. التمرية تعد من سادة وقشطة وعجوة، هي أكلة رمضانية كل شهر رمضان، كل سنة بنشتغلها على مدار شهر رمضان، وتعد نفتح العجينة هاي السادة والعجوة كذلك الأمر، بنحشيها العجينة نفسها من قصة من النص، بنحشيها منه، بنحشيها قشرة ومنه بنحشيها عجوة. هلا كونه هي أكلة رمضانية أساسية، فشي طبيعي أنه يكون يوميا موجودة على السفرة الرمضانية، هي والعرقسوس والتمر هندي، وإلى أصناف كتير، هي من ناحية القشطة تمر أو سادة. انا هلا افضلها بتمر لانه بتحسها طيبه هيك، يعني الى لذتها لذه خاصه فيها. هذه الحلوى الرمضانيه غنيه بالمواد السكريه، وتعطي الطاقه للصائم خلال فتره النهار، بما يساعده على تحمل تعب الصوم، وما تزال تحافظ على مكانتها بين الحلويات الشعبيه المحببه في شهر رمضان. اسامه ديوب، الاخباريه السوريه، حمص.